النهارده في برنامج اسئله محرجه ذوي الاحتياجات الخاصه. اكيد في معظم بيوتنا بيكون في طفل ذوي احتياجات خاصه، او في زوج ذوي احتياجات خاصه، او زوجه ذوي احتياجات خاصه. حول هذا الموضوع هيكون موضوع حلقتنا ان شاء الله مع دكتور عبد الله السيد احمد، استاذ علم النفس بجامعه 6 اكتوبر. اهلا بك يا دكتور. دكتور، في برنامجنا احنا بنحاول نخش في المواضيع المهمه جدا اللي بتصادف كل بيت وكل اسره. النهارده بنصادف ان في كل بيت او في معظم البيوت في طفل او طفله ذوي احتياجات خاصه او معاقه او في اعاقه ليها. مين هو الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه او الطفله ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يعني كلمة معاق حاليا حتى في التوصيف بيقول لك لا، يعني كلمة المعاق دي لا يجب أن تطلق على إنسان، لكل إنسان عنده إعاقة، يعني أنا أو غيره أو أي شخص عنده نقص في نقطة معينة، لكن إحنا بنقول كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هم عندهم قدرات لكن عندهم نقص في بعض القدرات الأخرى. فالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة هو عبارة عن طفل عنده نقص في بعض الأشياء الخاصة به، قد تكون إعاقة عقلية، يبقى عنده قصور في التفكير، أو عنده مثلا تخلف حالة من حالات التخلف العقلي، قد تكون إعاقة جسمية كالسمع والبصر عنده خلل برضه، قد تكون إعاقة عضوية، وهذه كلها أنواع من الإعاقة. فالطفل المعاق بيبقى عنده احتياج لشيء معين، بيحتاج لخدمات مميزة، بيحتاج إن احنا نقف جنبه، وبالتالي يبقى ليه نوع خاص من المعامله. وعشان كده بنجد كثير من الاسر بتتعامل مع الطفل المعاق بطريقه غير علميه. يعني المفروض الطفل المعاق ده هو انسان عادي، لكن عنده نقص في اشياء معينه، ربما تكون اعاقه جسميه لكن حالته العقليه سليمه، ربما تكون حالته الجسميه سليمه لكن عنده قصور في العقل، او عنده تخلف عقلي وحاله من حالات التخلف العقلي. على هذا الاساس هو بيحتاج الى نوع معين من المعامله، ولذلك احنا بنسميهم اصحاب الاحتياجات الخاصه. طيب دكتور، هنا الام والاب عليهم دور كبير جدا في العلاقه بينهم وبين الابن او الابنه ذوي الاحتياجات الخاصه. بمعنى النهارده دور الاب ايه ودور الام ايه في نشاه هذا الطفل او الطفله، ونشأته نشأة سليمة، بمعنى ان هو ما يشوفش اقرانه او اخواته او اصحابه ان هم بيروحوا وييجوا في المدرسة في اي مجال في النادي بيتعاملوا بطريقة معينة، وهو ممكن الاب او الام بيعامل الطفل بطريقة لا اقف ما تعملش ما تسويش، بيحسسه بالنقص بينه وبين اقرانه. يعني ازاي ننمي الوعي الثقافي للأم والأب في تربية الطفل أو الطفلة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا دي حتة أساسية بتتكلم فيها حضرتك، إن بيتعبوا بقى لأن حالته بتتدهور. لا احنا بنقول لا، احنا نقف، هذا الطفل له حق الحياة، هذا الطفل له حق في معاملة خاصة أو مساعدة من جانب كل الأطراف، بل من جانب المجتمع والأب والأم، ولذلك احنا بنعول على الأب والأم في رعاية هذا الطفل. وخاصة يا دكتور المدرسة عليها دور كبير طبعاً جدا، يعني بعد الأم وبعد الأب والأم. في مدارس بنسميها احنا مدارس التربية الفكرية. مدارس التربية الفكرية دي بتتخصص في الأطفال اللي هم عندهم نوع من أنواع الإعاقات الخاصة، إذا كان بعض الطلاب عندهم مثلا تخلف عقلي، نسبة الذكاء العادية من 90 ل 110. ده معروف يعني في علم النفس إن نسبة ذكاء الطفل العادي من 90 إلى 100 وإيه؟ وعشرة. لو قلت عن كده في حاجة اسمها البوردر لاين انتليجنس، يعني مستوى الذكاء اللي هو يعني أقل من الذكاء العادي ولكنه لا يصل، يعني مثلا الطفل الذكاء 80 85، ده في البوردر ايه لاين، هو يعني درجة بنسميه سيمبل منتال ريتارديشن أو تخلف عقلي بسيط. لكن بعد كده بقى اللي هم ذكائهم 70 وبتنزل بقى نسبه الذكاء، يبقى دي حالات من حالات التخلف العقلي الصارخه. لدرجه ان احيانا في بعض الاطفال بتنخفض نسبه ذكائهم، وذكائهم مثلا 20 او 25 دول يفقهوا شيء، بيعيشوا في الاسر، وطبعا ربنا يكون يعني في عون الوالدين في مثل هذه الحالات. لكن على اي الاحوال هي الاعاقه ليها اشكال مختلفه. يعني احنا مش عايزين نقول للاسف يعني الشديد، يعني مثلا في طلب عندهم تخلف عقلي، لكن تلاقي النمو الجسمي، ما هو النمو انواع، في نمو عقلي، نمو جسمي، نمو اجتماعي، نمو انفعالي، نمو وجداني، كل دي مراحل نمو من مراحل الطفوله المبكره، وبتبدا هذه المراحل نمو من حين الولاده. لكن اذا تخلف احد، يعني مثلا لو الطفل
ينمو جسميا وينمو اجتماعيا لكنه لا ينمو ايه عقليا، يبقى عنده حاله من حالات التخلف العقلي، تبقى دي اعاقه عقليه. الطفل بينمو عقليا لكنه لا ينمو جسميا، عنده قصور، عنده مثلا فقد بصر، عنده، يبقى دي اعاقه ايه جسميه، لكن الحاله العقليه سليمه. وهكذا. فاحنا بنشوف موطن الاعاقه فين، وازاي احنا الاسره الاب والام ازاي هم يعني يقدروا يتعاملوا مع هذا الطفل بحيث ان هم يحسسوه انه ممكن يتعلم، ممكن يستفيد، ممكن يعيش في الحياه. طيب دكتور، الطفل ابتدى ينمو ويكبر في ظل وجود ابويه، وصل لمرحله المراهقه، ودي من اصعب المراحل اللي بيمر بيها الطفل. احنا بنقول الولد العادي او الطفل السليم او البنت السليمه في مرحله المراهقه بتبقى عايزه مراقبه من الام والاب كبيره جدا. هنا ما بالنا بقى بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيطرق عليه بعض الحاجات اللي بتطرق على جسمه، سواء بنت أو ولد، وهي مش عارفة ايه الحاجات دي اللي بتطرق عليها، وازاي الأم وخاصة الأم إذا كانت بنت يعني بتتعامل معها ازاي، وإذا كان ولد هيتعامل معاه الأب والأم ازاي في مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ. طبعا هم بيحتاجوا لتوجيه، وبعدين في بعض الأطفال اللي هم يعني بيبقى عندهم إعاقات عقلية بيبقى عندهم بلوغ مبكر. يعني ودي حتة برضو لازم الآباء يراعوها. يعني بيبلغ قبل الطفل العادي، بيبقى عنده بلوغ مبكر، بيبقى عنده كذا وكذا. لكن احنا المهم يبقى في عمليه الارشاد النفسي والتوجيه مهمه جدا في هذه المرحله. دي اذا كانت هذه المرحله مهمه جدا بالنسبه للطفل العادي اللي هو دخل في مرحله الطفوله المتاخره، بتبدا سن المراهقه من سن 12 او 13 سنه. البنات اسبق من الاولاد في دخول في مرحله المراهقه. يعني البنات مثلا من سن 12 سنه، احنا رحنا مدارس ابتدائيه وجدنا بنت في سنه 6 أو 5، تلاقي البنت ما شاء الله يعني عندها كل معالم الانوثه وان هي فعلا كبرت. هذه المرحله بتحتاج الى معامله خاصه وبالذات بالنسبه للطفل المعاق. احنا عايزين يعني يا ريت يبقى فيه حاجه اسمها التربيه الجنسيه. التربيه الجنسيه ان انا زي ما بعلمه في العلم، زي ما بعلمه في كذا، لازم بيحتاج الى تربيه ان انا افهمه او اوعيه، وده مش عيب او خطا. لا، ان انا اوعيه بدل ما هو يقع في خطا، او بدل ما هو يبقى مش فاهم حاجه، او بدل ما يبقى عنده يعني سلوك انحرافي او كده، لازم انا بوعيه. فالطفل ذوي الاحتياجات الخاصه بيحتاج لتوجيه في هذه الحاله. التوجيه ده ليه ثلاث مصادر. المصدر الاول المدرسه. المدرسه طبعا. لان المدرسه مفروض بتربيه وبتعلمه الاشياء والسلوكيات الدينيه وايه الاخطاء وايه كذا. وبعد كده يبقى دور الاب والام، يعني انا مش عايز اقول نمره اتنين برضو، التلاته مهمين جدا. في المقابل يعني الاب عليه دور وخاصه بالنسبه للاولاد، والام عليها دور وخاصه بالنسبه للبنات. فهنا توعيه الطفل المعاق دي مهمه جدا. يعني الطفل او ذوي الاحتياجات الخاصه ده لازم انا اوعيه، وخاصه في بدايه مرحله المراهقه يبقى عنده توعيه جنسيه كامله بحيث ان هو يبقى فاهم التغيرات الجنسيه اللي بتحصل عنده. وطبعا هيبقى في صعوبه في التعامل معاه. يعني احنا مش بنقول ان عمليه التوعيه بتبقى سهله، لا، بيبقى في صعوبه في التعامل معاه، لكن احنا لابد يبقى نتعامل معاه، ولابد ولا يعني مش عيب ان انا استعين باخصائي نفسي، مش عيب ان انا استعين بمرشد نفسي، مش عيب ان انا الجا الى مساعده نفسيه. ما هي عمليات الارشاد النفسي عباره عن ايه؟ اللجوء الى المساعده. انك انت بتساعد الشخص ده ان هو يبقى عنده مجموعه من الارشادات النفسيه اللي ممكن تفيده في حياته. فده نقطه مهمه جدا. وده دكتور بيخلينا برضو نرجع للاب والام وعدم الوعي الثقافي بقى. يعني ازاي ان هو لازم يكون عنده وعي ثقافي، ازاي يتعامل مع الاولاد في هذه المرحله. عشان كده حضرتك احنا بنقول ان الاب والام في البدايه هم الاساس. يعني اذا اخطا الاب والام الطفل طبعا خلاص بيبقى يعني عنده. عشان كده في برامج معموله، بس الناس مش بتستفيد. يعني في برامج معموله تاهيل، يعني احنا عندنا برضو في الجامعه بنحاول نعمل برامج نفسيه على اساس احنا ممكن بنبتدي بندرب الاب وندرب الام ازاي ينمي هذا الطفل اجتماعيا، ازاي يعلمه يعني يعتمد على نفسه، ازاي يقدر يعلمه طريقه يشاركه في المجتمع، طريقه يشيل ادوات وطريقه. ولكن لعلمك الاطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم قدرات. يعني انا
كنا في الكليه عاملين احتفال تحدي الاعاقه كان اسمه، وحضروا طلاب من مدرسه دريم في 6 اكتوبر عندنا للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني عملوا اغاني وفواصل موسيقيه ومسابقات، فكان اكتشفنا ان هم فعلا عندهم قدرات، عندهم قدرات خاصة، عندهم عجز في بعض الاشياء لكن تفوق الاطفال العاديين، يعني عندهم قدرات مميزه سبحان الأشياء. الله. ولو احنا بصينا يمكن احنا كنا بنتكلم بنقول مثلا ادي طه حسين كان معاق بصريا لكنه وصل الى عميد الادب العربي، ما حدش يوصل للمكان. ابو هيف السباح العالمي ده برضو كان عنده اعاقه الا انه راجل، يعني اذا الاهتمام بهذه الفئات مطلوبه، الاهتمام برعايتهم دي مطلوبه جدا، سواء كان من جانب الاب، سواء كان من جانب الام، سواء كان من جانب المدرسه. والانسان اللي ما يعرفش مش عارف، الاب بيسال وبعض الاباء بيخشوا يقول لك طب انا هقول ان انا عندي طفل معاق، طب ده لا دي حاجه بتاعت ربنا، ده ربنا بيختبرك. ايوه ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى ليك، فانت تواجه بيه المجتمع وتخرجه وتخليه يعيش يعني عادي جدا، ان هو ممكن بنعمل له عمليه حاجه اسمها التاهيل النفسي والاجتماعي. يعني الطفل المعاق ده احنا بنأهله نفسيا وبنأهله اجتماعيا بحيث ان هو يبقى فرد نافع في المجتمع، بيشتغل شغله تتناسب مع قدراته العقليه، بيبذل جهد يتماشى معاه، وفي بعض بيتجوزوا ويعيش حياته مع دي، وخاصه ان الطفل ملوش ذنب في الاعاقه اللي هو فيها ده. طب يا دكتور احنا عاوزين ننتقل بقى بعد ما خلصنا الاطفال ذوي الاعاقه، هنروح ننتقل الى شق اخر. اتفضل. وهو الازواج بقى، يعني في الرجل ذوي الاعاقه والمراه ذوي الاعاقه ذات الاعاقه. النهارده هل الرجل ذوي الاعاقه مباح لي ان هو يتزوج زيه زي الانسان العادي؟ الراجل ذوي الاعاقه اللي دخله مشاعر واحاسيس وجواه حب وجدان وجواه كل المشاعر اللي هي في الانسان العادي، هل اعاقته تعوقه ان هو يكون ليه حياه سليمه واسره وزوجه؟ لا بالعكس، بالعكس ده 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 يعني انا بشوف ناس عندهم اعاقات مختلفه لكن بيتزوجوا وبيعيشوا حياتهم عادي جدا وله حق في الحياه، ما هو انسان، لكن دي بتتوقف بقى على العلاقات الاجتماعيه بين الاشخاص. يعني مثلا بشوف بعض الفتيات بتقول لك انا اتجوز هذا الشاب ده انسان ناجح ده ضرير، بس هو في نفس الوقت هي شايفه انه انسان ناجح وبيعيش حياته عادي جدا. وبعض الاعاقات الاخرى مثلا ما بيمشيش ما مش عارف ايه كده، يعني اذا العمليه ان هذا الشخص له حق الحياه وله حق الزواج، وهم اكثر حساسيه في المشاعر. يعني برضه هم حساسين وعندهم احساس وعندهم مشاعر وعندهم كل حاجه. بالعكس دي يمكن لو واحده تتجوز شخص مثلا معاق بصريا او كده دي اجرها عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني اجر كبير، لان هي بتتزوج شخص وهي عارفه مقدما ان هي هتقدم له كميه من المساعدات والى اخره. طيب فده شيء مطلوب. دكتور احنا في مجتمعنا بنصادف بعض الامثله، بمعنى النهاردة بشوف شاب عاوز يتزوج وشاف إنسانة ولكن هذه الإنسانة معاقة، عندها إعاقة جسدية، شلل أطفال، نوع من الإعاقة، وحب إن هو حبها وارتبط بيها وعايز يتزوجها، بيجي للأهل يقول لهم أنا عاوز أتزوج من البنت دي، أول حاجة بنلاقيها الأم والأب يرفضوا، يقول لك لأ خد واحدة سليمة، انت هتاخد كذا، انت هتاخد كذا، انت هتاخد كذا. هل الكلام اللي بيقوله الاب والام ده صحيح؟ ولا الولد يعمل ايه؟ ما الحاجات دي كلها، ما دي امثلة بنصادفها في مجتمعنا. هل ان هو يترك البنت ديت مع ان شايف ان هي البنت دي فيها ميزات افضل من بنت عادية سلوكيا واخلاقيا ودينيا وكل حاجه، وممكن تكون فكريا كمان اعلى من اي بنت تانية، ولكن هي فيها اعاقه. هل الولد ينساق الى ابويه وان هو يسمع كلامهم وان هو يسيبه من البنت ديت، ولا يحاول بالاقناع يقنعهم لمزايا البنت ديت؟ لا حضرتك، هو طالما اقتنع، يعني هو الاساس في الزواج اصلا الاقتناع، فهو طالما اقتنع بهذه الشخصيه بيحاول، يعني انا مش هقول له خالف والديك لكن حاول تقنعه. حاول مثلا انك انت تبين لهم لا انت ليك هدف من هذا الزواج وان هذا الزواج هيكون ناجح والى اخره. فانا بصادف برضه ناس كتير بيتجوزوا معاقات، يعني بطريقه او تكون عندها شلل اطفال زي ما قلت سعادتك، او
اعاقه جسميه او اعاقه بصريه او اعاقه سمعيه، وبتعيش حياه عادي جدا وبتنجب وبتستمر الحياه. بس هي بتبقى المشكله القبول من ناحيه الاب والام يعني. لكن برضو اعتقد ان الاب يبقى عنده وعي في هذه الحاله، طالما هذا الابن مقتنع بهذه الشخصيه خلاص يعني المفروض هو ما يبقاش يقف في طريقه، خاصه ان هو مقتنع بهذا الزواج او هذه الزيجه، فاذا على الاب ان يقف جنبه في هذه الحاله. برضو الام عليها دور كبير يعني. الام برضو عليها دور كبير ان هي تقنع الاب. يعني ممكن يعني احدهم يقنع الايه الاخر. فدي حته برضو مهمه جدا بالنسبه للزواج يعني. دي حاجات بنصادفها يا دكتور في مجتمعنا. موجوده في المجتمع، واحنا بنتكلم فيها بنخش في الحاجات دي بنتكلم فيها موجودة. على اساس نحاول نوجد لها حلول وسط وسط الناس يعني. المجتمع لكن لا ضير يعني، طالما هو الشاب مقتنع بهذه الشخصيه ربما تكون زي ما قلت حضرتك افضل من غيرها طبعا. ما في يعني واحد بياخد لواحده كويسه وما عندهاش اي اعاقه، لكن بتحصل مشاكل لانه مش مقتنع بيها او كذا. ممكن دي التانيه تكون افضل طالما هو مقتنع بيها، ومش مفروض ان الاب يقف في طريق ابنه طالما هو مقتنع بهذا الشيء يعني. تمام. برضه يا دكتور الجانب الاخر هنلاقي البنت السليمه اللي هي ممكن ترتبط بانسان عنده اعاقه. الجانب الاخر بقى هنا الاب والام بتوع البنت ممكن بيرفضوا، بيقولوا لها لا، ايه اللي يخلينا ناخد واحد عنده اعاقه؟ ايه اللي يخلينا ناخد واحد تفضلي انت شايله همه وبتراعيه وعماله تعملي وتساوي، انت هتبقي فاضيه لايه ولا ايه ولا ايه؟ هل الراجل ده هينجب ولا مش هينجب؟ كلام كتير جدا بيخلي البنت يشتت افكارها. هل وهي شايفه ان الولد ده كويس دارس في الجامعه ذو خلق ولد ممتاز، ولكن هو عنده اعاقه، ده ربنا رزقه بالاعاقه دي وهنقول له ان ربنا رزقه بيها، واخد بال حضرتك؟ طب احنا في الوقت دوت البنت تعمل ايه؟ برضه زي ما قلنا الولد لا، المفروض برضه يشوف يعني البنت حضرتك طالما هي مقتنعه بهذا الشخص ان هي تحاول تقنع ابوها وتحاول تقنع امها. وبعدين يعني الحته اللي انت قلتها للحياه الجنسيه وملها يعني، ممكن احيانا تلاقي واحد معاق وعنده اولاد احسن من شخص ما لسه هننتقل للموضوع ده. فاذا يعني المفروض هي يعني طالما هي خدت قرار ومقتنعه بهذا الشخص، وهذا الشخص ربما يعني بيعملها كويس وبتستريح نفسيا، مفيش مانع ان هي تستمر معاه وان هي تتجوزه. فهنا دور الاب والام في هذه الحاله يجب ان يكون يعني مشجع لهذه البنت ان هي ممكن طالما هي اقتنعت بشيء احنا المفروض نقف معاها في هذا الشيء. طيب احنا اتكلمنا بقى للولد والبنت دول، وجم الولد والبنت، هنقول بقى النهارده الزوج سليم والزوجه معاقه ذوي احتياجات خاصه. في الزواج بينهم وفي العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة، هنا يا دكتور بيبقى الموضوع شائك شوية، وهنا بيتطلب من الزوج انه ازاي يتعامل مع الزوجة في العلاقة الحميمة بطرق تخلي الزوجة يشيل منها حتة الحرج. ايه المطلوب من الزوج ان هو يتعامل بيه مع الزوجة في العلاقة بينهم؟ طبعا هو في هذه الحالات بتتطلب معامله خاصه، وخاصه اذا كانت الزوجه معاقه وعندها بعض المشكلات، فطبعا هي بترى حرج في هذا الموضوع، وخاصه اذا كانت هذه الاعاقه بتؤثر على هذه العلاقه الجنسيه او الاوضاع المختلفه او كده. فعشان كده احنا بنقول لا، يبقى في يعني الزوج نفسه يستخدم اساليب اقناعيه، دي نمره واحد، يقنعها وكذا وكذا. وبعدين ان هذه الاعاقه لن تعيق شيء يعني بالنسبه ليه هو، طالما هو اقتنع بيها كشخصيه خلاص، فبيعيش حياه جنسيه عاديه جدا. المفروض ممكن لا باس ان هو يلجا لبعض الاستشارات النفسيه يعني، برضو بيبقى في مشكلات بين الاثنين من الناحيه النفسيه، لابد ان هو يلجا للاستشاره النفسيه وكذا، ويحاول يقنعها بهذه الاشياء، او ان هو يقدم مقدمات معينه بحيث ان هو يقدر يصل الى هذه العلاقه بطريقه سليمه، وان هو يعني يشبع رغبته. بيتطلب يا دكتور من الزوج الحوار، يعني لازم يكون في حوار بين الزوج والزوجه، حوار شفاف بين الاثنين، حوار ان هو بيقدر ان هو بيوصلها بالحوار اللي هو بيتكلم معاها فيه للاقناع، ويحاول ان هو بالاقناع بتاعه ان هو بيسهل العلاقه بينهم وبيخلي الامور
ما يبقاش في رهبه من الزوجه طبعاً. بالنسبه للزوج. اذا الحوار الزواجي ده او الزوج بين الست والراجل ده مطلوب جدا طبعا. وبعدين هو ده اساس نجاح الحياه يعني يعني ما هو ده مكمل يعني هي الحياه اصلا متكامله جنسيا واجتماعيا، مفيش طرف مش مهم. مش هنقول احنا العلاقه دي مش مهمه والعلاقه لا، يبقى كده احنا لا، احنا بنقول كل هذه الاشياء مهمه، العلاقات الجنسيه مطلوبه ايضا، العلاقات الاجتماعيه، التفاهم، الحوار الاسري ده مطلوب جدا من الزوجين. اذا احنا يعني كعمليه مكمله يعني احنا العمليات الجنسيه والحاجات كلها دي عمليات مكمله للحياه ومطلوبه وموجوده، بس احنا بقى نتخذ الحوار زي ما قلت لحضرتك يبقى فيه اقناع، يبقى فيه مثلا تفاهم الى حد ما، وخاصه بالنسبه في حالات وجود الاعاقه بين الزوجين. دكتور احنا بنشوف ان الزوج لازم يكون مركز كمان على حاجه مهمه جدا وهي المداعبه بينه وبين الزوجه. ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم في العلاقه يعني بينهم يعني شخص يعني وخاصه أو غير معاق، هو يعني بالاخص بقى بالنسبه للزوجه المعاقه لازم الزوج يركز في الموضوع ده شويه بحيث ان هو يكون ازيد من غيره في الموضوع دوت. طبعا هي بتحتاج الى تدعيم نفسي اكتر من العاديه يعني، لان المفروض هو بيديها ثقه بنفسها وبيقنعها ان هذه علاقه شرعيه ما فيهاش اي شيء ودي شيء طبيعي يعني. فعمليه التمهيد دي مطلوبه في كل الحالات، وخاصه عند الناس اللي هم عندهم اعاقات لابد برضو يبقى في نوع من انواع التفاهم او الحوار اللي بينهم بحيث يوصلوا الى درجه معينه من الوعي. طيب دكتور، بعض الازواج والزوجات بيخافوا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، بيخاف يقول لك انا خاف اتزوج للعامل الوراثي. بمعنى بيقول لك الزوجه عندها اعاقه معينه، بيخاف يقول لك لو حملت الزوجه وحصل انجاب هل العامل الوراثي هيأثر زي ما الام فيها نفس العامل الوراثي، البنت او الولد يجي مصاب بالعامل الوراثي بالنسبه للولد او البنت اللي جه. فدي بيبقى هاجس بين الزوجين بقى في الحته لا هو دلوقتي حضرتك يعني في حاجه اسمها تحاليل ما قبل الزواج دي بتتعمل حتى الاشخاص العاديين بحيث احنا نشوف الجيناتيك ماب او الخريطه الوراثيه ونعرف ايه مجموعه الامراض. لكن احيانا بتبقى الاعاقات دي يعني مثلا خاصه الاعاقات الجسميه يعني مش ممكن مثلا شخص ضرير هيخلف ابن، لا لا طبعا. فخاصه الاعاقات الجنسيه دي يعني بتبقى ليها مقصور على الشخص نفسه. لكن في اشخاص عاديين تلاقي الاب مثلا بيولد اطفال عاديين وفجاه بيجي عنده ابن متخلف لعوامل تتعلق بالوراثه او الجينات الوراثيه او اشياء معينه. لكن احنا مش عايزين نحط الحته دي كتخوف يعني لا، احنا مش عايزين، احنا ممكن نشوف مثلا نعمل تحاليل نعمل كذا نعمل كذا، لكن ما يبقاش هو ده الشيء اللي يوقف يعني حياه الشخص ذوي الاحتياجات. هو التخوف يا دكتور بيكون من الاب والام للزوج او الزوج، ما احنا بنقول مش كل الحالات يعني احنا مش عايزين يعني احنا بنقول مش كل يعني الاعاقات الجسميه بالذات يعني مش كل الحالات اللي يعني تقريبا اغلبها يعني ممكن واحد مثلا ضرير او عنده يعني فقد بصر او فقد سمع او فقد عضو ده ملوش علاقه اولاد بتطلع عاديين جدا يعني الحالات دي بالذات ما بتبقاش فيها مشاكل. وبعدين احنا بنقول برضو في يعني ممكن نعمل تحليل وممكن نعمل اي اشياء بحيث احنا بنثبت ان هذا لن يؤثر على العلاقات الزوجيه وعلى عمليه الانجاب يعني. دكتور بنشوف نوع من الازواج وهما الفاقدين النطق اللي هم الاخرس او الانسان الاخرس، بنبص نلاقيه اللي دول عالم لوحده يعني، بنبص نلاقيهم ليهم مكان بيتجمعوا فيه، ليهم قهوه بيقعدوا عليها، طبعا ليهم مكان وبيتزوجوا يعني في بيتزوجوا مع بعض وليهم طريقه بحس ان دول عالم لوحده. حضرتك لغه الاشاره، لا ما لغه الاشاره يعني لغه الاشاره بالساعه مثلا بتبقى في حروف بارزه في الساعه بيحط ايده كده لضرير فبيعرف الساعه كام يبقى الارقام بارزه فبيعرف يقول لك الساعه كذا بالدقيقه او بالثانيه. لا انا بشوف يا دكتور النماذج بين الزوج اللي هو الاخرس والزوجه اللي هي برضو الخرساء اللي هي ما بتتكلمش، بشوف بينهم لغه حوار ولغه تفاهم الاثنين اللي يعني او المجموعه اللي قاعده قدامهم اللي بيتكلموا عادي بيبقوا هم اللي قاعدين، بحس ان هم احنا المعاقين بقى مش عارفين نتكلم زيهم، لا مش عارفين لغه اشارتهم. هو ظاهره الخرز دي يعني الناس فاهمها خطا ان هو ما بيتكلمش، لا دي مش مشكلته. هو الاخرس ده بيولد لا يسمع
يعني مصدر العلم عند الانسان، وربنا يقول خلق الانسان يعني سميعا، السمع ده، فالسمع ده مطلوب، هو اول اداه للتعلم. طالما انا ما سمعتش ولا كلمه مش عارف انطق ولا كلمه. يعني ده النتيجه طبيعيه، لان الاخرس ده هو احباله الصوتيه سليمه كله، بس مشكلته ان هو ولد لا يسمع شيئا، وبالتالي مفيش كلمه وصلت في الذهن عنده، مفيش مش قادر يتعامل. فالاعاقه السمعيه للطفل اللي بيولد جديد بيطلع اخرس على طول، ما عندوش قدره على سمع اشياء، وبالتالي بيفقد القدره على الكلام. لكن حاليا بيلجأوا لاساليب طبعا تغلب، لغه الاشاره، لغه مش عارف ايه، الحاجات دي كلها موجوده حاليا وبتسهل التعليم على نفس الطلبه دول. يعني بيتعلموا وبيعيشوا حياه عادي زي ما قلت حضرتك، وبيتزوجوا عادي جدا. بيتزوجوا، لكن هو مش هيتكلم لان هو فاقد السمع تماما ولم يسمع اي كلمه في حياته، وبالتالي لن يتعلم اي كلمه. انا اعرف اسره دكتور يعني متزوجين بالكامل واولادهم في حتى وسائل حته دي، واولادهم بيتكلموا، لا الاولاد عاديين بيتكلموا عادي جدا، يعني الاولاد عاديين جدا، خوف بقى من الحته دي؟ لا 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 مفيش خوف. لا لا مفيش خوف، الاولاد بيبقوا عاديين جدا، عاديين جدا يعني. بيبقى الاب فقد النطق او والام، يعني الاب والام فقدوا النطق. وفي حاليا مدارس البكم والصم بيتعلموا تمام وبيوصلوا لدرجات كويسه جدا جدا، بل بالعكس فيهم طلبه ممكن يخش الجامعه لانه عنده حواس اخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيشيل من الانسان حاسه بيقوي له حاسه ثانيه. هو اي نعم لا يتحدث لكن يستطيع ان يعبر، ان يستخدم لغه الاشاره، له ذكاء، له قدره على الفهم والاستيعاب بطريقته بقى. فاذا هو بيعيش حياته، وخاصه ان الدوله يا دكتور ابتدت تهتم بقى، يعني بنشوف في النشره مثلا في مترجم للغه الاشاره. شغال. يعني حتى في لو اي في ندوه او اي حاجه بنلاقي مترجم للغه الاشاره، ودي حاجه قانونيه. بيبتدي يعني يعلم الناس دي، يعني دي حاجه قانونيه معترف بيها حتى في نشرات الاخبار الدوليه. لابد ان وسائل الاعلام ان يبقى فيه حضرتك مترجم وتلاقيها موجوده كده، الصوره اللي من تحت دي ده بيفهم تماما الكلام اللي بيقولوا لهم، اشارته طبعا. دي اشارته بيبقى فاهم ومع السرعه. اذا دي قدره برضو، يعني شوف ربنا بيديله حاجه، بس دي ميزه يعني، مديله نعمه كبيره جدا. يعني انا بقول لحضرتك بنبقى قاعدين بنشوفهم، لا دي لغه كامله، بنشوفهم وهم بيتكلموا في اللغه، بنحس كاملة. ان احنا المعاقين مش عارفين اللغه بتاعتهم دي. دكتور ذوي الاحتياجات الخاصه المفترض ان هم يبقى ليهم رعايه كامله متكامله، سواء من الاسره، سواء من المجتمع، سواء من الجمعيات، سواء من كل ناس محوطين بيهم، ليهم رعايه خاصه. المفروض الدور اللي ممكن تقوم بيه الاسره بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه لو عندها ابن معاق او ابنه معاقه او ذوي احتياجات خاصه، دور الاب والام ايه؟ دور الاب والام ان هم اولا بيدوا له مهارات تعليميه، ان هو بيتعلم، بيودوه مدرسه تربيه فكريه او مدارس. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي بيهملها كتير من الاباء، المهارات الاجتماعيه. ان انا بعلمه مهارات اجتماعيه، ازاي يتعلم ياكل مثلا، ازاي كذا، ازاي يستخدم دي، ازاي يرتب حاجاته الخاصه، كل دي مهارات انا بعلمها له. يعني مثلا دايما الطفل المعاق ما بيعرفش تدي له السكينه يحطها كده، لا بنعلمه بطريقه ازاي، ازاي نعمل مثلا سندوتش بطريقه معينه بحيث ان هو ايه، احنا بنعلمه مهارات اجتماعيه وحياتيه تخليه هو يقدر يعتمد على نفسه الى درجه كبيره، وبالتالي دي مطلوبه من الاب والام. مش مهم ان انا ارعاه يعني صحيا وبس، لا ده انا ارعاه اجتماعيا واخرجه للمجتمع واحسسه انه انسان، وادي له مهارات في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي كل حاجه واعلمه. فاذا هذه الاشياء مطلوبه من الاب والام، ان هم يكسب الطفل المهارات الجسميه، المهارات الاجتماعيه، المهارات الحركيه، الحركه، الجري، القفز، اللعب، لان ده طفل. فلازم يمر بكل المراحل اللي بيمر بيها الطفل العادي، فلازم انا اديله فرصه في النمو الاجتماعي، اديله فرصه في النمو النفسي، في النمو الطبي، لازم اعالجه، لازم ولازم، يبقى بحيث ان هو يصل الى مرحله المراهقه ان هو فعلا يقدر يعتمد على نفسه الى حد ما في حدود قدراته. طيب يا دكتور برضو من ذوي الاحتياجات الخاصه بنتكلم عن فقد البصر، وده برضو نوع من انواع الناس اللي بيبقوا ليهم كيفيه او معامله خاصه، سواء اذا كان زوج او زوجة. بنلاقي ان في زوج بيتزوج من زوجه فاقده البصر وبيصر عليها، يعني هل الزوجه ديت نفسيا وهي زوجه
معاقة بصريا، كيفية التعامل معاها سواء الزوج أو أهل الزوج وهي فقد لشيء مهم جدا البصر، إزاي يتعامل معاها بقى في البيت، إزاي يتعامل معاها في الأجواء بقى بين الأسرة وخارج وداخل وهي في البيت، طريقة الزوج إزاي يتعامل مع الزوجة، يا ريت توضحها لنا. لا هو المفروض الزوج هنا بيتعامل معاها يعني في حدود قدراتها، طبعا هو الكفيف البصر بيبقى ليه نظام في حياته يعني يعني لو بشوف ناس في العصايه اللي بيستخدموها في اشياء اخرى في كذا كذا، لكن هو عنده قدره على الاحساس يعني عارف يحط الحاجه دي هنا ممكن يجيبها ممكن كذا ممكن كذا. فلازم الزوج في هذه الحاله يعني يساعد الزوجه بحيث ان هو يقدم لها مجموعه من الخدمات او المساعدات ان هي تقدر فعلا تؤدي بعض الاعمال، مش هو يعني هو مفروض مثلا بعض الزوج يقول لا ده فاقد البصر لا انا مش هخليه يعمل حاجه ولا يحط حاجه ولا يشيل حاجه، لا ده غلط. لا انا بديله مساحات وهو نفسه عنده قدره على الادراك وعنده قدره على الاحساس وعنده قدره على تمييز الاصوات. يعني بعض يعني الاشخاص اللي هم انا كان عندي استاذ في جامعه اسيوط كان دكتور استاذ في علم النفس، فكان عنده قدره ان هو يعرف يعني لما بفتح الباب واخش يقول له اتفضل يا عبد الله اقعد اخبارك ايه. فاذا الناس دي عنده يعني حاسه بقى يعني عنده حسة سبحان الله يعني وعنده علم واستاذ كبير يعني مش يعني انا نفسي ما وصلش لمكانته العلميه. فاذا ربنا سبحانه وتعالى بيعوض هؤلاء الناس وبيديهم قدرات تانية، احنا نعاملهم على ان هم ناس عندهم قدرات، ما نعاملهمش على ان هم ناس اقل. واخد بالك؟ فاذا هذا الزوج بيعامل هذه الزوجة لأن هي عندها قدرات معينة، لكن في نفس الوقت هو بيساعدها يعني بيساعدها إن هي يعني تقوم بدورها في الحياة كزوجة، إن هو يخرجها مثلا يبقى سعيد جدا يقول إن زوجتي دي كويسة وعادي جدا، بحيث إن هو يديها ثقة في النفس وتدعيم نفسه، وده مطلوب فعلا يعني. طيب ننتقل للجانب الآخر بقى للزوجة، تتعامل إزاي مع الزوج كفيف البصر؟ الزوجه برضو عليها دور ان هي مثلا هذا الزوج كفيف البصر بتحاول ان هي تساعده، بتحاول ان هي تمهد له اشياء كتير هو محتاجها، مثلا اذا كان بيقرا او عندهم لغه بيقروا بيها لغه البرايمري، اذا كان حاجات معينه بتقف معاه بتساعده على حياته، مثلا اذا كان بيخرج بتخرج معاه بتحسسه في نفس الوقت او بتدي له ثقه في نفسه. النقطه الثانيه ان هي لو عندها اولاد بقى دي الحته المهمه جدا، ان هي لو عندها اولاد برضو بتحاول تقربهم من ابوهم، تحاول مثلا تفهمهم ازاي يتعاملوا مع هذا الاب وازاي ان هم يعيشوا حياه عاديه جدا. وفعلا دكتور خاصه اذا كان الزوج والزوجه الزوج كفيف وانجب، ازاي الاولاد بقى يتعاملوا مع باباهم وهو مش شايفهم؟ يعني ازاي يتعاملوا معاه وهو مش شايف اولاده؟ هو هو يعني هو برضو الاب ممكن يكون مش شايف بس بيرسم صوره ذهنيه يعني هو حاسسهم يعني خلاص يعني الشخص الكبير برضه ربنا بيديله القدرات يعني بيرسم صوره ذهنيه لابنه وممكن بيتحسس جسمه، فهو عنده قدره على تكوين مفهوم ذهني لهذا الابن. واخد بالك؟ وممكن يحس بيه هو داخل وممكن هو خارج، ممكن لو عنده ولدين مثلا او طفلين وداخل يعرف ده مين اللي داخل ممكن فاذا ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديله قدرات يعني في السمع بيديله في الاحساس بيديله في حاجات كتيره بيديها له، فبيقدر يميز بين الابناء ويقدر يتعامل. ولعلمك ازواج كتير يعني عندهم كف البصر ده لكن عايشين حياه عاديه وابنائهم بيتعاملوا مع ابنائهم بيتعاملوا كل شيء. ربنا بيقدر يعني بيقدر هذا الانسان هو يتعامل بطريقه جيده ويتغلب على هذه الاعاقه البصريه. تمام دكتور، احنا في برنامجنا اسئلة محرجة زي ما تعودنا اللي احنا بنحاول نغوص في النفس البشرية وبنحاول نعرف النفس دي اللي هي مش عارفين عنها حاجة، يعني النفس كل يوم بنكتشف في النفس اشياء جديدة جدا، يعني كل واحد بيبص يلاقي في نفسه سواء سليم او ذوي احتياجات خاصة عايز يعرف نفسه دي جواها بتوديه فين. النهارده النفس بتاخدني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشريه غريبه يعني انت بتجد مثلا علاقات زوجيه مستمره سنين وفجاه بتنهار، ده بيبقى سببها ايه يا دكتور؟ ازاي يعني او علاقات بتبدا فتره او ضعيفه وبتبص لها بعيد او استمرت قوي انا ماخدوش وانا مش عايزاه وانا كرهته وتبص تلاقيها بتعيش معاه ايه
سنين الى ما شاء الله. وتلاقي ناس مثلا بيبداوا حياتهم بزواج بحب وكده، لكن بتحصل بعض المشكلات بتبدا تتغير الحاله النفسيه بالنسبه للزوج او للزوجه، وبالتالي ممكن يعني تنخفض هذه العلاقات، ربما تنهار تماما. يعني ده بيبقى راجع يا دكتور لخلل في النفس، يعني النفس بتاعه الانسان او الزوج او الزوجه. لا هو مش خلل في النفس، هو راجع لاسباب او احداث اسريه معينه بتاثر على شخصيه الانسان. انما الخلل النفسي يعني ملوش يعني ليه تاثير الا بقى اذا كان حاله هستيريا شديده او مرض نفسي قوي بيأثر على العلاقه بين الزوجين. لكن لو في تفاهم مثلا، سوف انا اقول لحضرتك حاجه، في فرق بين المرض والمشاكل والاضطرابات والحاجات دي كلها. يعني المرض ده شيء بتاع ربنا، ممكن انسان يتعرض لاي مرض. ما هو المرض النفسي زي المرض العضو، بس بيبقى له اسباب برضه. يعني زي ما المرض العضو ليه اسباب، المرض النفسي ايضا ليه اسباب. وتبدا بقى بالقلق والاكتئاب والاضطرابات النفسيه والحاجات دي كلها، واخد بالك؟ فاحنا بنراعي هذه الاشياء، نقدر احنا يعني نتغلب عليها في الوقت المناسب بحيث ما تاديش الى خلل في الاسره. طب احنا ليه بنوصل لكده يا دكتور؟ يعني ليه الاسر بنشوفها بتنهار؟ ليه النهارده الزوج والزوجه بيبقى واخدين بعض عن حب في الاول، وبيبقى هيموت عشان ياخد الزوجه دي، وهي هتموت على اساس ان هي تتزوج من الرجل ده، ويجوا يتزوجوا، بنبص نلاقيهم بعد سنه من الزواج بيفشل وبيتطلقوا. حالات كتيره بتحصل دلوقتي الايام دي. ليه؟ لسبب، لان عمليه الانتقاء والاختيار بتبقى سريعه. يعني انا ما فهمتش الشخص اللي قدامي كويس، لان هو بيحبها جدا. ممكن ما بيحبها، ما الحب ده ممكن يبقى يعني مثلا حبها لشكلها والاشياء اخرى والى اخره. لكن كاختبار حقيقي بعد الزواج. بعد الزواج طبعا. يعني كاختبار حقيقي للزوجين ان هم هل هيستمروا، هل هتستمر هذه العلاقه. وبعدين كل انسان في فتره ممكن يظهر لك في احسن صوره، لكن تظهر الحقائق بعد كده. حتى لو كان يعني بيتجمل بعض الوقت فبينهار وبيقع القناع الحقيقي يعني بقى بينزل. يعني هي انا اقدر اقول لحضرتك الحته اللي انت قلتها في الاول، مفيش الحوار، مفيش الاقناع، مفيش الاعتراف بالخطا، كلهم بيصر على رايه، وده خطا طبعا. لا، العلاقات الزوجيه يعني حته الكرامه بين الزوجين دي مش يعني المفروض احنا يبقى عندنا برضو يعني تقدير للطرف الايه؟ الاخر، ويبقى في يعني تعايش بين الزوجين بطريقه احسن وافضل. طيب برضو في داخل برنامجنا يا دكتور اسئله محرجه، ليه الزوج في بعض الاحيان بيلجا لامراه اخرى؟ يعني ايه الاسباب مع ان هو عايش في بيته ومتزوج؟ خرجنا عن لا احنا في ضمن اسئلتنا المحرجه، واخد بال حضرتك؟ بيوصل الزوج مع اي زوج، يعني الزوج مثلا سواء كان سليم او غير سليم، بنبص نلاقيه في وقت من الاوقات كده بيروح لامراه اخرى. السبب بيبقى ايه؟ والزوجه برضو بتبقى بنبص نلاقيها في وقت من الاوقات كده بتروح هي كمان. يعني هل ده السبب دوت اللي احنا فيه من نت وفيسبوك والكلام ده كله، ده سبب رئيسي؟ ولا ده راجع لايه؟ هل العلاقات بين الزوجين حصل بينهم فتور؟ هل الكلمه ما بقتش موجوده؟ هل الحوار ما بقاش موجود بين الزوجين؟ كل ده اثر في العلاقه بينهم، وابتدى ان هو هل النكد بين الزوجين؟ يعني في زوج بيخش البيت يا زوجته تنكد عليه، فبيهرب، يهرب الى واحده تانية ما بتنكدش عليه، بتديله ريق كويس، بتكلمه كويس، ونفس الحكايه. فيا ريت نوضح للناس احنا ليه بنوصل لكده، يعني ليه الزوج والزوجه بيوصلوا كل ما يقعدوا مع بعض يتخانقوا؟ الاسباب دي ايه يا دكتور؟ هو احنا مش عايزين نعمم، يعني مش كل الاسباب. لا احنا بنقول لا يعني لكن الناس اللي بتتخانق مشاكل بنلاقيها، يعني ايه المشاكل موجوده؟ يعني مثلا دلوقتي في مشاكل اقتصاديه موجوده، في مشاكل اجتماعيه موجوده، في مشاكل تدخل الاهل برضه موجوده. لكن احنا عايزين نقول لو في حب حقيقي بين الزوجين يبقى في روح تفاهم. احنا بنتفاهم. انا دلوقتي لما يجي زوجي مثلا واقعد انكد عليه هيسيب البيت ويمشي. طب ما انا كده خسران. لو انا قعدت مع نفسي فيها، طب هيروح فين؟ ما بيظهرش بقى. لا، المفروض اعرف ان هذا الزوج هذا مقره، هذا بيته. حتى لو جه تعبان او جه متضايق او شخط فيا، لا، احنا نقعد مع بعض ونتفاهم ونحل المشكلات اللي بيننا. ده الطريق الصح. انما طريقه ان انا مثلا الزوجه زعلت تاخد بعضها وتروح عند ابوها، وابوها يقول لها طب اقعدي بقى لما اشوف عايز ايه. لا، هذه الاساليب. وبعدين شوف، المشاكل الزوجيه اذا تدخل فيها ناس بتزيد. يعني اذا لكن اذا الزوجين قعدوا
مع بعض وقدروا يتغلبوا على هذه المشاكل مرحلة وتعدي. وممكن الزوج أحيانا بيبقى عنده نزوة، يعني الراجل بطبيعته مثلا بيحب كذا، مش معنى كده إن لا، إحنا لازم نقف مع بعض ونشوف إذا كان المشكلة دي. طب إيه، طب أنا مثلا زوجي ما بيجيش البيت أو بيقعد بره، طب ما ممكن يكون العيب فيا أنا. أنا ما عنديش الوسائل اللي تخليه يقعد في بيته، تجذبه ليه؟ أنا أفهم هو شخصيته إيه وليه بيعمل كده، فأنا أعالج النقاط الأخرى. يعني ما تبقاش الزوجة مهملة في حياتها في الأسرة، ما تبقاش الزوجة ما بتهتمش بزوجها وبعد كده تقول ده مش وده، لا لا، احنا عايزين الحياه يبقى في تفاهم بين الزوجين. هذا التفاهم الله. من المؤكد ان هو هيؤدي لاستقرار الاسره. يعني ان شاء الله دكتور، نتمنى ان كل الاسر يكون في بينهم حوار وتفاهم وان العلاقه تستديم الى ما شاء الله. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر للدكتور عبد الله السيد احمد استاذ علم النفس بجامعه 6 اكتوبر، على امل ووعد ان يتجدد اللقاء في حلقات اخرى. كان معكم هاني الفرماوي مع أطيب المنى وأرق تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.